بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفوز ديالنا في الاستحقاقات ديال الانتخابات الجماعية كنائب أول لرئيس جامعة سيد العيدي، الحمد لله اليوم استضفنا فيس كونسول ديال السنغال على حساب الشراكات اللي كنا متفقين عليها وبغينا باش نديروها وبغينا باش نستثمروا ان شاء الله في هذه المنطقه هذه ديال سيد العيدي. استضفنا اليوم وجاو ورحبنا بهم، دونك الحمد لله الامور غاده في امان الله، وداك الشيء اللي وعدنا به الساكنه ان شاء الله راه غادي نسعاو للتحقيق ديالو باذن الله وشكرا. اذا اليوم نحن ك أعضاء مؤسسة الرؤية الإفريقية وبصفتنا ككاتبا عاما لهذه المؤسسة جئنا في إطار زيارة مجاملة للسيد رضوان الهواري باعتباره كنائب رئيس جماعة سيد العيدي، فجئنا في هذه المناسبة لكي نقدم له التبريكات والتهاني على هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، ونهنئه بهذا التشريف الذي ناله من ساكنة المنطقة باعتبار أن النجاح في الانتخابات هو مسؤولية وتشريف وتكليف في نفس الوقت. فنحن على نستوعب جدا المسؤولية الملقاة على عاتقه، وجئنا أيضا في هذه المناسبة لكي نعبر للجماعة سيد عيدي في شخص نائبها الأول والسيد رضوان الهواري على أننا نمد يد العون والمساعدة من أجل خلق شراكات بيننا في على مستوى المجال الاقتصادي وخاصة المجال الاجتماعي بين مؤسسة الرؤية الإفريقية، وأنا بصفتي ككاتبا عاما لها أعبر لكم من هذا المنبر عن استعدادنا للانطلاق في التعاون المشترك وخدمة الساكنة المحلية والنزول إلى أرض الواقع لكي نساعد على حل المشاكل، لأننا نحن نشتغل مع المؤسسات بكافة أقطابها سواء المؤسسات المنتخبة أو المؤسسات المحلية، فهدفنا الوحيد وهو خدمة الأشخاص الذين هم يمثلون المنطقة والذين يودون أن يساعدوا ساكنة هذه المنطقة سواء كانت سلطة محلية أو سلطة منتخبة. فمن هذا المنبر أؤكد على تجديد شراكتنا واستعدادنا للتشاور والتباحث حول طريقة هذه الشراكات وطريقة تنزيلها. ثم من نقطة ثانية أجدد التهاني والتبريكات بحصول السيد رضوان الهواري على مسؤولية نائب رئيس جماعة سيد عيدي، ونتمنى له وللسيد رئيس هذه الجماعة وكافة السادة النواب كامل التوفيق والنجاح لكي يكونوا في المستوى المطلوب في المستوى وفي في المنتظر ما ينتظره منهم المؤسسة الملكية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والساكنة التي أعطتهم الثقة في ترأس هذه الجماعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.